ايه من العادات الاجتماعية اللي انت بتشوفها موجودة في بلدنا بتشوفها جميلة وان احنا لازم نحافظ عليها، ما ينفعش ان احنا بعد وقت تندثر العادة دي؟ ايه العادة دي مثلا؟ يعني في مثلا احنا عندنا عادات ممكن ما تكونش في بلاد تانية، انا ما اعرفش بتبقى موجودة ولا لا يعني في بلاد تانية، بس عندنا عادات جميلة. يعني انا مثلا ما اعرفش هل نقطة العيدية مثلا في الاعياد دي موجودة في أوروبا ولا مش موجودة، مش عارف. أنا أعتقد إن هي مش موجودة، بس يعني ممكن يستعيدوا عنها بهدايا بحاجات كده وبتاع، لكن هل فكرة العيدية دي موجودة ولا لأ؟ طبعا العيدية تيجي معاها النقطة، هل أنت النقطة فكرة إن أنت تنقط العريس والعروسة، فكرة إن أنت تنقط مولود جديد، هل دي موجودة ولا مش موجودة؟ دي عادة اجتماعية إحنا بنمارسها في مجتمعنا دون عن بلاد كتير جدا. يعني عادات كتيرة جدا من هذا القبيل يعني هتلاقيها موجودة بس في بلدك. ايه العادة، وخاصة اخواتنا اللي عايشين بره مصر، ايه العادة اللي انت بتفتقدها في بلدنا؟ يعني طبعا في عادات كتيرة جدا حلوة، انا حاولت بس منها انها يعني اول حاجة اقول النقطة واقول العادية هل موجودة ولا العادة دي عادة لطيفة. اكيد في عادات تانية جدا لازم نحافظ عليها. انا مثلا بحب جدا فكرة الأجيال اللي تربت على فكرة احترام الكبير، تدخل الأتوبيس تقعد على الكرسي، أول ما يجي لك واحد راجل كبير أو ست كبيرة هوب تقوم تقف وتقعده. ليه؟ لأن ده احترام الكبير، مفيش حاجة اسمها إحنا زي بعض وأنا اللي لقيت الكرسي الأول. دي عادة برضو لطيفة ما بقتش موجودة بشكل كويس، بس دي حاجة الناس اتربت عليها، لما الكبير يتكلم الصغير يسكت، حتى لو الكبير قال كلام ممكن يكون مش هو الصح بس الصغير يسكت. دي برضو حاجة من الحاجات اللي موجودة في مجتمعنا، مش ممكن تكونش موجودة في أي حتة. إيه الحاجات اللي احنا تربينا عليها أو شايفها موجودة في المجتمع بتاعنا بتحب إن هي تدوم وتطول، بس مش عايزين نكئب بعض ونقول ما بقاش في حاجة موجودة والجيل الجديد بقى بايظ واللي 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 واللي، لأن من 70 سنة كان في جيل بيقول الجيل الجديد بايظ اللي هما دلوقتي أجدادنا. فيعني مين أو عادة حضرتك تحب تقولها لنا النهاردة أو حضرتك تحب تقولها لنا تحب إن هي تستمر؟ إيه؟ أنا حاسة إن إحنا ممكن كمان نفرق بين الثقافة وبين أخلاقيات في المجتمع ممكن أننا نحافظ عليها، زي ما أنت كنت تقول موضوع احترام الكبير وزيها حاجات كتير قوي، فمفروض إن جيل بيسلم جيل بيسلم جيل نفس الأخلاق دي، طريقة التعامل دي، الاحترام الكبير ليه احترام، ولو شفته في حتة وانت اللي تقف وتقعد يعني حاجات ما تعليش صوتك، ما تحطش رجل على رجل في وش الكبير، حاجات لازم نحترم يعني. بالضبط كده. وبين عادات يمكن حسيت شم النسيم اتكلمنا في ان في حاجات توارثناها وفي عادات فرعونية لكن استمرت معنا في المجتمع، ويمكن انتوا تشاركونا الرأي ده في انه الأجانب لما بيجوا عندنا كتير هم اللي بيدوبوا جوه عاداتنا وجوه ثقافتنا كتير، يعني كمان يمكن منهم اللي عايش في مصر أو ظروف حرب بقى في بلده، حد واحدة اتجوزت واحد مصري وعاشت هنا، فمعرفش كده تلاقيهم مرة واحدة إحنا عندنا القدرة إن اللي يجي يعيش في وسطينا يتعجن بميتنا في الآخر يعني. فجي في بالي مثلاً موضوع السبوع، انا ما اعرفش مرجعيته ايه او اصله ايه، بس دي من الحاجات اللي احنا مميزين جدا بيها اللي هو السبوع والاحتفال بيه في اليوم ما اعرفش برده اشمعنى اليوم السابع ودقه الهون والغربال ورشه الملح على السلم والسبع حبوب، شويه حاجات كده عادات ما تلاقيهاش غير هنا. الناس مهما ترتقي وكده وتسكن في حتت ولا اي حاجه دي ثابته عندك كبيره وبتاع ايه، ويعملوه مثلا في قاعه كبيره ويكلفوا وبتاع الغربال. بس لازم عارف هم عملوا غيروا فيه ايه، بس زوقوه عملوه بشويه دانتل بس كده يعني. ده حاجه كويسه. لا مش ده الفرق. لكن المبدا هو واحد. دقه الهون ما اعرفش يقول لك السكينة لما تحطها والأم تخطي من عليها حطوها جنب المولود عشان يطلع قلبه جامد يطلع شجاع. ما العيال طلع خايبة يعني. ما عرفش السكينة ما جابتش النتيجة. ما جابتش النتيجة. في حاجات كتير احنا تربينا عليها بتمنى ان هي تدوم، بتمنى ان هي تدوم مع أولادنا. ما هو المشكلة بقى ان لما بيجي جيل مثلا مرفه شوية الواحد بيبقى خايف ان هو ينسى الأصل وينسى ان احنا لينا عادات وتقاليد. ما فيش حاجة اسمها العالم بيقول كده. لا احنا برضو مجتمعاتنا بتقول ايه، يعني احنا اللي فينا حتى بيسافر ويعيش في اوروبا ولا في امريكا ولا كندا واستراليا انا بشوفهم ان معظمهم
بيحافظ على عاداته وتقاليده. ده هما بيتجمعوا في بيت حد احيانا كده المصريين مع بعض عشان مثلا عاده معينه، يوم شم النسيم واكله الفسيخ. انا شفت فيديوهات بجد الناس المصريين عايشين بره بيفتحوا الفسيخ من اكياس كده متبرشمه مقفوله وبيوروها للناس ويقول لك ما اقدرش افوت اليوم ده، وده انا لقيت هنا مش عارفه. انا اقصد كمان هي حتى الثقافه بتاعتنا او معتقداتنا او الاصول اللي تربينا عليها ما بيحبوش هناك يعني يدوها لاولادهم. يعني لازال مثلا يعني في المجتمعات الغربيه في الجيرل فريند والمش عارف البوي فريند والمش عارف ايه وحاجات كده. احنا يبقى عايش في قلب اوروبا وابوه وامه يقولوا له دي مش عاداتنا، ده عيب، احنا مش احنا اللي نعمل كده، وكل واحد يعني فاهمه ازاي. فحلو ان احنا بنكتسب حاجات ونورثها كمان للاجيال اللي احنا مثلا من الحاجات الحلوه عندنا اعتقد ان مش موجوده غير يعني في مجتمعاتنا موضوع انك انت تجامل. يعني لما حد يتجوز فتفكر في موضوع النقطه وتحط له فلوس عشان، وفي ناس تبقى متعمده لو انا عندي امكانياتي تسمح فعارفه ان العريس اتزنق زنقه محترمه قبل الفرح فيقول لك لا انا مش هشتري دي، انا احط لهم فلوس في ظرف وكلنا نتفق على كده. فالمجامله ان احنا نبقى مع بعض كده. لما بيبقى في عزا حتى في العزا في الجنازات ناس تاخد السكر والشاي والبن ويقول لك في ناس داخله كتير تعزي الهلك والاستهلاك للحاجات دي. انا معرفش برضو هل المجتمعات الغربيه في العزا في حته مثلا الناس بتقعد في قاعه وكده ويستقبلوا العزا؟ معرفش. حتى في البيت يعني لو حد بيستقبل العزا في البيت، انا بتكلم على حته المجامله.